عملنا أشعة امبارح، مش عملت أشعة امبارح بالليل؟ أيوه مع دكاترة المشكلة، وبالليل تعمل أشعة، وهو امتنع عن الدكتور محمد جلاب بتاع تحت مخ وأعصاب. الدكتور ده كان عنده هاتوكيفس، كان عنده بس، فإحنا متابعين معاه. البروجنوزس الدنيا مش حلوة، يعني الدنيا فيها مشاكل. قال لك هيخش على فشل كلوي. الدكتور بتاع الإشعة دكتور عيني قال لي كلى شغالة 20%، هيخش خلاص، يعني هو في المرحلة التانية بتاع الفشل. وهو ده اللي كنت عايز أحلق عليه، اللي هو بتاع الفشل ده ما يجوديش من آخر وأجري كده وكده، بس ما مش بإيدي. طب عكس بقى اللي هيعمل إيه دلوقتي؟ بنحاول نشتغل أنا وهم على 20% دول لغاية لما يتحلل. طب العلاج بإيه الفشل؟ شخص من بعاني بس وصلتني بقول عنده اختيارات حول محافظ عليها تبقى تطول الفاطعة. والله العظيم الحقنة اللي بياخدها في 70 جنيه، وانا مش بقدر بقى اقول عشان حاجة. الدكتور ده بياخد له 10 حقنات الجرعة ياخدها يروق لي 70 جنيه. والله العظيم حقنة 70 جنيه ضد حاجة، واجيب لك روجيتا لو خدت مستشفى. ماشي، هنتابع دلوقتي مع الدكاترة اللي معانا والعلاج اللي هتكون دي. دكتور خالد محي الدين لو تسمع عنه جوجل مرة. بص يا حاج، العلاج اللي هيكتبوه الدكاتره احنا هنجيب خلاص زي وكيل الصحه معانا جوه، هيصرفوا لهم عندنا. طيب ماشي خلاص، مش هتصرفي حاجه في العلاج ان شاء الله. العلاج احنا هنتحمل خلاص. موضوع جزء في التضامن الاجتماعي، موضوع جزء عنده معاش، بياخد معاش، بتاخد معاش هي من الشؤون. عايز اوصل لك هي بتاخد معاش من الشؤون. 22 تاخد معاش تاني من التأمين الصحي؟ لا ما بياخدش. لا ما بتاخدش، عايز تاخد معاش من التأمين الصحي. احنا لنا تأمين. هي في التأمين الصحي. التأمين الصحي ما بديش معاش. مش التأمين الصحي. التأمين هي لما بتتحرك معانا اللي في الجو. لا هو كان مأمن على نفسه. انا بقول لك دي تبع الشؤون برضه. لا هو كان مأمن على نفسه. مأمن على نفسه كان بيدفع فلوس. تأمين. هما مش بيتعالجوا اللي بيطلعوا. يعني المعاش ده معاش حكومي. بتعالي على دخلت دلوقتي عند